ومن بيروت تنضم إلينا كلودي أبي حنة مراسلة الغد. يعني كلودي، متى من المتوقع إذن أن تبدأ العملية، ولماذا لم تبدأ حتى الآن؟ في الواقع سوف تبدأ المرحلة الأولى من هذه العملية اليوم بتسليم حزب الله جثامين لمسلحين في جبهة النصرة، على أن تسلم جبهة النصرة 5 جثامين لعناصر في حزب الله في هذه المعارك. كما أعلن قبل لحظات من الآن الإعلام الحربي التابع لحزب الله، وأضاف هذا الإعلام الحربي أن عملية التبادل هذه وتسليم الجثامين ستتم في بلدة اللبوي المجاورة لبلدة عرسان. أما بالنسبة إلى ترحيل مسلحي النصرة والمدنيين من النازحين الذين أضافوا أسماءهم إلى قافلة الترحيل إلى إدلب، فهذا الأمر يتطلب الكثير من الترتيبات اللوجستية وأعداد القوافل، لأن الأعداد كما ذكر لنا مصدر موثوق في الأمن العام تخطت 9000 شخص يريدون أن ينتقلوا إلى إدلب، وهذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى إضافة إلى تأمين الحافلات التي سيشرف عليها الصليب الأحمر الدولي، يتطلب تأمين الطريق من أجل عبور هذه القافلة من دون أن تتعرض لأي اعتداء من المناطق التي يسيطر عليها داعش أو من أي طرف آخر. وسوف يتم اختيار الطريق، إذا ما كانت هذه القافلة ستعبر في جرود عرسال وصولا إلى الداخل السوري، أم ستعبر من معبر جوسي في بلدة القاع اللبنانية. نعم، يعني كلودي، ما هي الحصيلة النهائية؟ يعني هناك تضارب في الأعداد، في أعداد النازحين التي سيتم نقلهم إلى الداخل السوري، ما الأعداد أو الحصيلة ربما شبه نهائية؟ كما قال لنا مصدر موثوق بالأمن العام فإن هذا العدد هو يتخطى بقليل 9000 شخص، من بينهم مسلحون نصرة وعائلاتهم وعدد من المدنيين، حوالي 6000 من هؤلاء يريدون الذهاب إلى إدلب، وهناك 3000 من أي أهل الشام، وأيضا عدد من المدنيين يريدون الانتقال إلى القلمون الشرقي. نعم كلودي، هل هناك عقوبات أو يمكن أبرز الصعوبات التي تواجه عملية النقل؟ كما ذكرت ليس العقبات بالمعنى الصحيح للكلمة، إنما الترتيبات اللوجستية الأخيرة، كيف ستعبر القافلة، من أي طريق ستعبر القافلة، وأيضا يعني هناك المزيد من التفاوض، لأن جبهة النصرة وقبل قليل من وقف من إعلان وقف المعارك أسرت 3 عناصر لحزب الله، هذا الأمر أيضا استغرق المزيد من التفاوض. ولكن حسب مصادر الأمن العام اللبناني فإن العملية هي تجري، وكما بالشكل المرتب لها اليوم سوف يتم تسليم جثامين لمسلحي النصرة، على أن يتسلم حزب الله جثامين لعناصره. يعني هذه المرحلة الأولى من التبادل، يعني التبادل سوف يتم على مراحل. نعم كلودي أبي حنة مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.